المهاتما غاندي، واحد من أبرز القادة الروحيين والسياسيين في العالم في القرن العشرين. كافح طوال حياته لتحرير الشعب الهندي من الاحتلال البريطاني، وذلك عن طريق سياسة اللا عنف التي كان يؤمن بها. يحبه الهنود كثيرا ويعتبرونه مؤسس دولة الهند الحديثة، وقد أطلقوا عليه لقب مهاتما الذي يعني الروح العظيمة. ولد غاندي عام 1869 في ولاية غجرات في غرب الهند لعائلة هندوسية، وكان والده شخصية سياسية بارزة في تلك الولاية. ولما بلغ 17 من عمره أرسلته عائلته إلى لندن لدراسة الحقوق، وفي لندن تعرف غاندي على عدد من المثقفين من جنسيات وأديان مختلفة شاركوه إيمانه بفكرة اللا عنف وتركوا أثرا كبيرا في تفكيره. وفي سنة 1890 سافر غاندي إلى جنوب أفريقيا حيث كان أخوه يعمل في التجارة، وكانت تجربته في جنوب أفريقيا شديدة التأثير في حياته، إذ فتحت عينيه على الأحوال المعيشية الصعبة التي كان يعيشها المهاجرون الهنود والمواطنون السود في جنوب أفريقيا. وقد قام غاندي خلال سنوات إقامته في جنوب أفريقيا بنشاطات عدة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين السود والمهاجرين الهنود. ولما رجع غاندي إلى الهند سنة 1915 بدأ نشاطه السياسي ضد الوجود البريطاني في الهند، وقد أدخله البريطانيون السجن مرات عديدة بسبب مواقفه المعارضة. وبدأ اسم غاندي يبرز تدريجيا في الحركة الوطنية الهندية إلى أن أصبح قائدا لهذه الحركة. وكان غاندي يركز في أحاديثه وخطبه على عدم استخدام العنف وعلى ضرورة احترام السلطة لحقوق الناس جميعا. وفي سنة 1947 حصلت الهند على استقلالها وقسمت إلى دولتين هما الهند والباكستان، وتبع ذلك أعمال عنف كثيرة بين المسلمين والهندوس. وقد رفض غاندي هذا التقسيم وعبر عن تأييده لفكرة الهند الموحدة التي يعيش فيها المسلمون والهندوس جنبا إلى جنب في أخوة وسلام. وفي 13 من يناير 1948 بدأ صوما بهدف وقف القتال بين الجانبين، وقد نجح في تحقيق هدفه هذا، ولكنه قتل بعد أيام قليلة على يد واحد من المتطرفين الهندوس، وفقد العالم بذلك واحدا من أعظم محبي السلام.